الإخوان، وكان كثير الهجوم على مصر وعلى السعودية. وكان يوم ما حصل 30 يونيو قال كده، قال إنه هو بيعلن الحداد وإنه مصر خلاص اتخطفت، وبدأ يهاجم مصر بشراسة بعد 30 يونيو، وذهب مع الإخوان الهاربين إلى تركيا وتولى موقع قيادي في موقع العربي الجديد أو جريدة العربي الجديد، دي الجريدة اللي بتمول من قطر، واللي كان بيشرف عليها الصهيوني مستشار أمير قطر بشارة، عزمي بشارة، وكان هو صديق صدوق لعزمي بشارة. وأيضا كان اختير أمين عام لقنوات الإخوان، خصوصا قناة الشرق، وكان من ضمن القيادات اللي بتمول قناة الشرق الإخوانية. جمال خاشقجي النهاردة عجبني أحد الكتاب اللي بيقول بصراحة إنه يعني إذا تم خطفه، طبعا لم يتؤكد الآن إذا كان اغتيل أو لا، إذا كان هناك الكاتب عبد الله محمود من الإمارات قال إذا كان تم خطفه فإنه اللي هيخطفوه لهم مصلحة لخطفه أو قتله هم تركيا وقطر، وقال بالتأكيد قطر لكي تضرب عصفورين بحجر. عصفور إن هو في كان مخابرات التركية أوصت بالتخلص منه، لأنه كتب عدة مقالات بيهاجم أردوغان إنه مفروض يتدخل في الشأن العربي أكتر من كده. يعني جمال خاشقجي كان بيطالب أردوغان إنه يتدخل في الشأن العربي وإنه يبعت قوات تانية، وإنه مش بس قطر، وطبعا كان بيؤيد دخول تركيا بقوات تركيا لقطر، وبيؤيد دخول قوات إيران الحرس الثوري لقطر. لكن الفجر بقى إنه جمال خاشقجي كان يطالب أيضا بإنه كان يحتل الدول العربية، وإنه كان بيطالب بإنه يحتل المملكة السعودية، وإنه يخش يحتل سيناء. ده جمال خاشقجي بشكل واضح. فتيجي بقى خطيبته التركية النهاردة فتحة منابة اسمها مندبة، عاملة مندبة، وبعدين يطلع مؤتمر في أيمن نور وتاكل كرمان، الغربان بتجتمع تنادي بعضها البعض، بيقولوا الأردوغان إزاي تسمح بإنه قال إيه، يعني إن هو ما عملش العملة دي بالتنسيق مع قطر، يعني إزاي تسمح باختراق الأراضي، سيادة الأراضي التركية، بإنه يعني هم بيتهموا السعودية إنها خطفته، فهم بيقولوا ازاي تسمح لأردوغان انه السعودية تخطف جمال خاشقجي من القنصلية. طبعا المملكة السعودية نزلت لجنة للتحقيق وسمحت للشرطة التركية انها تخش القنصلية وتفتش زي ما هي عايزة، لكن كل الشواهد بتقول ان اللي ورا هذه العملية تركيا وقطر مش السعودية، كل الشواهد المقروءة. احنا معانا الفيديو اللي طبعا خطيبة اسمه جمال خاشقجي اللي هي يعني بيقال عندها 24 سنة، هو تجاوز الستين، وتلنا الصورة كده اللي هو قاعد معاها فيها، بعد كتبة تويتة النهاردة أو امبارح بتشتم مصر